السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. سعر الإقامة في تركيا لسنة 2022 عرف ارتفاع كبير، وخاصة سعر التأمين الصحي، وهذا اللي حنشوفه في الفيديو تاع اليوم. بين قوسين حبيت لو كان نولي شاك فيديو نديرو مع الاخر نحط لكم مقطع من أجمل الأماكن اللي كاين في إسطنبول. واليوم خيرت لكم منطقة شابة بزاف يسموها سلطان ياوس جامي. دونك الناس اللي حبت تشوف الأماكن السياحية في إسطنبول كسوا تشوف هاد لا فيديو حتى الاخر، ولا تمشي لا فيديو حتى تلحق اللافا، هكذا منها تستنفعوا معنا بالمعلومات وزيد تكتشفوا اجمل الاماكن اللي كاين في اسطنبول. دونك لو دوسي تاع الاقامه فيه ضرائب ولا فيه دراهم لازم نخلصوهم. اول حاجه سي التامين الصحي. في سنه 2021 سعر التامين الصحي كان بين 160 ليره حتى حوالي 700 ليره. 2022 صار من 830 ليرة حتى 1700 ليرة. أنا خلصت التأمين الصحي في شهر ديسمبر اللي فات 160 ليرة، يعني باش يكون على بالكم كي تجي تحط لو دوسي تاع الإقامة كي يكون العمر ديالك تحت 16 سنة ولا فوق 65 سنة ماكش راح تخلص تأمين صحي، راك معفى من التأمين الصحي. كي يكون العمر ديالك بين 16 سنة و 65 سنة لازم أوبليغاتوار تحط دوسي مع الدوسي تاعك الورقة تاع التأمين الصحي. ومن بعد قد ما انت تكون كبير في اللاج قد ما الثمن تاع التأمين الصحي حيجيك كبير. انا خلصت 160 ليرة ولا شفيت بين 16 سنة حتى 32 سنة هدوما كامل يخلصوا 160 ليرة السنة الماضية. هاد العام من 16 سنة حتى 32 سنة تخلص 830 ليرة، يعني البري بالك ضعف فوا 5، ويطلع حتى 1700 ليرة فيما يخص الناس اللي في عمرهم 50 سنة 55 حتى 65 سنة. هذه فيما يخص واحد اللي حاب يدوموندي إقامة تاع سنة واحدة. اللي حاب يدوموندي إقامة تاع سنتين في هذه الحالة حيخلص المينيموم 2075 ليرة، يعني ما متولى في عمرك 16 سنة 18 20 25 30 تخلص 2075 ليرة، ولا كان العمر ديالك كبير 45 50 55 تقدر تخلص حتى 4250 ليرة. كاين ناس تسقسي يقول لك اسكو هاد التامين الصحي اللي راح نعملوه حيفيدني في كامل المستشفيات باش نداوي باطل؟ اي با نو، باسكو تلقى بلي كل شركه تاع تامين صحي عامله كونفونسيون مع عدد معين من المستشفيات. انت لازم يعني تكون تعرف شنو هو المستشفيات اللي هذيك الشركه متعاقده معاهم باش كي تمرض تروح لهذوك المستشفيات بالضبط. سو كان تروح لمستشفى واحد اخر اللي شركه التامين ماشي متعاقده معاه، في هذه الحاله اوبليجي تخلص 100% تاع لا فاكتور تاع الفاتوره. وما في حاله ما اذا انت رحت المستشفى اللي هذيك الشركه دايره معها عقد تقدر تخلص بالك 20% ولا 30% من الفاتوره، يعني ما حاش تكوفري لك 100%. وكاين حالات وين مرض امراض معينه تكوفريهم، امراض واحد اخرى ما تكوفريهمش. دونك انت ولا كنت عندك مرض معين من الافضل كي دير لاسيورونس ديالك تسقسي كامل لي ديتاي هذوما باش هما تما يقدروا يعطيوك التفاصيل. أبار التأمين الصحي اللي عرف ارتفاع كبير، الضرائب الأخرى عرفت ارتفاع وشنو طفيف ماشي كبير بزاف. كما ضريبة البطاقة، هذيك البطاقة اللي مدولك بلاستيكة هذيك تخلص عليها 160 ليرة. ضريبة الإقامة هي حوالي 500 ليرة، يعني كما بازم واحد يخلص فيزا باش يجي، هذيك الفيزا سي جوست باش تدخل لتركيا تخلص هنا، كيف كيف باش تبقى في تركيا مدة سنة تخلص حوالي 500 ليرة. ضريبة النوتر، النوتر سيك هما يدوموندو لك دايما يكون عقد من عند النوتر، يعني عقد تاع الكراء تاعك لازم يكون نوتاريزي، النوتر ياخذ عليك حوالي 200 ليرة. والصور الشمسية كي تروح تصور هنا في تركيا ولا في اسطنبول حوالي يدوموندو لك 50 ليرة. دونك رانا مدينا الأسعار بالليرة، مادا بيا لو كان مداهم بالدينار ونمدهم كذلك بالدولار، باسكو كاين ناس اللي بعثوا لي قال لك حنا رانا دي زارجيريان بصح عايشين في امريكا ولا في كندا صافي لونطون ما حناش الجزائر، كي تمدنا الأسعار بالدينار نتبحروا شوية. 830 ليرة سي حوالي 55 حتى 60 دولار، وبالدينار الجزائري سي حوالي 1,200,000. 1700 ليرة سي الضعف، يعني بالدينار الجزائري حوالي 2,400,000 وبالدولار سي حوالي 120 دولار. أدركم من قبل كانت 10 دولار دير التأمين، دوكا كيما قلنا طلعت حتى 60 دولار. سنتين سي بالدولار حوالي 150 دولار 140 دولار، و بالدينار سي حوالي 140 دولار صافي بزوج ملايين و 800 هكاك. هادي سي الضعف، تقدروا ديروا العملية وحدكم.
ضريبة البطاقة 160 ليرة، حوالي غادي 10 دولار، 12 13 دولار، ولا بالدينار الجزائري سي حوالي 250 ألف، 2500 دينار، 500 ليرة بالدولار حوالي غادي 40 دولار، وبالجزائري حوالي 750 ألف، 7500 دينار، 200 ليرة هي 15 دولار نقدر نقولو، بالدينار الجزائري 300 دينار 300 ألف، وخمسين ليرة بالدينار الجزائري 75 ألف، بالدولار سي حوالي غادي 3.5 ل 4 دولار. دونك هادو هما لي فري لي لازم تخلصهم، يعني هاد لي فري سي اوبليغاتوار. نتا لو كان تروح للمكتب حيدوموندي لك مبلغ معين، بين قوسين انا ما راني مع المكاتب ما راني ضد المكاتب. انا التخمام ديالي الى تري سامبل، واحد لي يحب يشاح على دراهمو ويحب يكسر راسو هو يدير لا ديموند ديالو وحده، واحد اللي ما يحبش تكسر الراس ولا ما عندوش الوقت ولا خدام ولا يقدر يروح للمكتب، يكون المكتب هذاك سيريو حارون ديالو خدمه، هو حيخلصو مقابل ديك الخدمه وتحبس انت. يعني هذه ما فيهاش عيب وما فيهاش حرج. وشنو انت كي المكتب هذاك تتعامل معه حط في راسك بلي هاد الاسعار هو مستحيل يساعدك فيهم. يعني ولا هنا نقولوا التوتال حتاخذ لك 200 دولار، كل شيء حتاخذ لك نقولوا 4 ملايين، هو مستحيل يدوم ديالك تحت 4 ملايين، امبوسيبل. علاش؟ باسكو هو هادو ما حيخلصهم كيما انت كتروح تخلصهم. انت هادي طراح تخلص دار بطاقة 160، اي واحد في تركيا راه يدوموندي اقامة حيخلص على البطاقة 160، ماشي هادا يديرو لوسوما وهادا يديرو لوسوما. يعني ولا كانت 4 ملايين، هذاك المكتب حي تعطيلو انت 4 ملايين وتزيد تعطيلو مليون ولا 50 ألف ولا شحال حب هو، على حسب هو شحال يقيم العمل ديالو. انت في هاديك شحال هو حيزيد لك اللي تقدر تنيغوسي معاه. دونك ولا لقيت مكتب اللي حيخدم لك الإقامة ديالك بلا ما يحسب لك كامل هاد التكاليف، يعني ولا هنا لقينا 200 أورو هو يقول لك 100 أورو، هنا في هذه الحالة أعرف بلي حيسرق لك دراهمك وما حيخدم لك والو، على خاطر مستحيل يدفع الدوسي ديالك باش يدرسوه بلا ما يخلص هاد التكاليف. فوالا رانا لحقنا الله في هذا الفيديو، بارك الله فيكم. نخليكم مع الفيديو تاع المنطقة السياحية اللي فيزيتها اليوم، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، السلام عليكم. دونك هنا رانا في جولدن هورن، هاد المضيق هنا يسميوه جولدن هورن. نعرفوكم شويه على الاماكن اللي كاين في اسطنبول، سنتر فيل تاع اسطنبول. دونك هاد المسجد اسمه يافو السلطان جامي، هذا يسموه سليمانيه جامي، مسجد سليمانيه. هذه هنا ايا صوفيا، هنا تلقاو البرج الجديد تاع اسطنبول تشاملجا، وهذا غلاطا تاور، هذه هنا غلاطا تاور. ومن هيك كامل اسطنبول جديدة بما فيها شيشلي، غايري تيبي، مسلك الى اخره، هذه كامل اسطنبول الجديدة. دونك حنا رانا في منطقة يسموها الفاتح، دونك اي واحد يجي يزور اسطنبول اوبليغاتوار عليه يجي يزور هذه الجهه، خاطر الجهه تاع الفاتح هي اسطنبول القديمه، فاتح وغلاطة وبشيكطاش، هذه هي الجهه القديمه تاع اسطنبول. جهه جديده كما قلنا هي شيشلي، مسلك، كاري تيبي. بيان سور انا نهضر على اسطنبول سونتر فيل. دونك شوفوا هنا المكان شحال شباب، ديروا دوره خفيفه للمسجد وتنسي كيفاش منين داك هكذا ندير لكم دي فيديو وين نديكم تشوفوا الاماكن الجميله في اسطنبول. فريمون انا الجوامع ديالهم بزاف يعجبوني، باسكو تشوف اللي عندهم ان ستيل بروبر، معناتها وين تروح تلقى لو ميم ستيل في اي مكان رحت له في اسطنبول وبلك في تركيا الله اعلم. ابخي كاين مساجد وكرامي ديالوهم شغل بطريقه عصريه، يجوا بزاف بزجاج ايتو كاش، نهار ان شاء الله نوري لكم امثله. دونك كما راكم تشوفوا هنا عندهم هاد الطبيعه تاع انه بيت الوضوء يجي برا، يجي بهاد الشكل، هذا الشكل يعني الانسيان كما يقولوا قديم.
تشوفوا الباب تاع المسجد دائما يجي هكذا كي يكون مغلق الباب يدي يهبطوا له هذا الطابي تاع الجلد. وكامل المساجد تجي فيهم هذه الساحه بيان سور والصلاه تقام داخل المسجد. اوبا فوالا هنا يقول لك الجامع وقتاش تاسس تشوفوا باللي بالبزاف قديم. تلقاو دي كاميرا بارتو دوك في تركيا وين طرح انا جل الامن دايرين دي كاميرا في اي مكان تروح له. وهنا تشوف الناس يجيو يصليو من كامل الطوائف يعني تلقى ناس يجيو من اسيا العرب الامازيغ ناس كامل تلقاهم يعني ما يحوسوش على واش من طائفه ولا. تشوف البدلات بزاف مختلفين كاين اللي يجي يصلي لبسه كلاسيك كاين اللي يجي يصلي بالقميص كل واحد على حساب الاصول ديالو وعلى حساب التقاليد تاعو. بعد كي تخرج من المسجد كما كتشوفوا يقابلك هذا المنظر يعني ما شاء الله اللي هي كامل الجهه الاسيويه ما فيش ولا راه يبان. نسي نعمل لكم ان زوم تشوف اكبر مسجد في اسطنبول وشنو جديد هذا ماشي قديم داروه صافي عامين في 2019 كملوه. وتشوف اكبر تاني اعلام في اسطنبول اكبر عالم. اوبا تشوف هنا جاي اسطنبول القديمه تشوف الديار كيفاش كانوا بالحطب ولهي هذاك المسجد هذا وانا راه يدي هذا هو اكبر مسجد هنا يبانوا هذوك المنارات وهذا اكبر عالم كان هذاك الاعلام الصغير اللي قدامه او يبان لكم نورمالمون. من بعد داروا الاعلام هذاك اللي قدامه هو اكبر عالم في تركيا. والله جيسبر تكون عجبتكم هذا الفيديو تهلاو في روحكم قبل الاخير.